بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب لعبة جراني سبايدر مان وفي دبدوب سبايدر مان بدل الدبدوب العادي. ايوه خليها ايزي احسن. دي اول مرة نفتح اللعبة دي، فاحنا هنشوف مع بعض يا ترى جراني سبايدر مان هيبقى شكلها عامل ازاي. احنا مش هنغير حاجة، مش هنخليها دارك او اكسترا لوكس او كده. ايوه احنا بس مجرد هنشوف يا ترى شكلها عامل ازاي داي 1. هل هيبقى شكل البيت مختلف؟ طبعا شكله مختلف جدا. زي جراني باربي وجراني ترامب. احنا قبل كده يا اصحابي لعبنا جراني العاديه كذا مره ولعبنا جراني باربي وجراني ترامب. ابقوا شوفوها جراني شابتر 2 جراني ترامب الرئيس ترامب. وايه الصوت ده اللي بيحصل كل شويه؟ مرجعش الرئيس للأسف زمانه دلوقتي بيعيط. هنشوف شكله عامل ازاي. انا هفضل هنا في الكورنر. هل هنلاقي ايد تطلع لنا ولا ايه؟ هو ايزي دي لحسن تكون البراكتس مود. لا ايدة بس دي ما فيهاش براكتس مود. هلو سبايدي، مش مخيفة خالص. ده مضحكة قوي. دي مضحكة قوي. انا بحب قوي جراني بالمودز دي. ايوه داي 2 عجبني الخشب اللي زي ما في جراني سوبر ماريو وحاجات تانية. ايوه احنا شفنا جراني ترامب وجراني باربي. وبشوفوه يا اصحابي الفيديو بعملوا له سيرش. I have to leave this house. عارفين انا هفتح علي في وشي. انا شايف حاجه عليها سبايدر مان. انا خايف سنه ليه؟ وانا بتبقى شطر وان بتبقى مخيفه زين. الخضه بتبقى يعني نفسها. هلو ازيك يا تيتا؟ انا ازيك يا جدو؟ ده سبايدر مان. طيب يا اختي ماشي جاي لنا الحمد لله. هلو سبايدي. اتضربنا. عجبتني الصور المحطوطة. عارف الصور اللي بتبقى على الشنط العيال الصغيرة؟ شبهها قوي. أيوة شكلها مضحك قوي. اللي يحطوا لك اللي هو الطفل يروح المدرسة يتخبط، بص انا شنطتي سبايدر مان. واو واو. المفروض شكلها مضحك قوي. وانا شنطتي ب 3000 وبقينا بنعرج جامد. هفتح الاقي في وشي. تيجي نشوف الباب ده. بص احنا خلي بالك عشان احنا هنتخض في اي لحظه. تمام okay. ممكن يطلع لنا في ده. اوه شي كولرز هير. دانسي بارتي قال ايه يعني؟ ما تخبطيش الراجل ده. حاسه انها الوان مش سبايدي خالص. ايه ده؟ بص بس ده ديد بول. عاملين ديد بول هو اللي طالع بيستخبى من سبايدر مان. لحسن نكون احنا ديد بول كده. لا احنا ايوه هو قصده ان احنا ديدبول. احنا بنستخبى من سبايدر مان. انا مستخبيه من ولا حد. هي كده مش جايه ورايا كده عشان مش عارف عشان ممكن تطلع او يطلع قصدي لان ده سبايدر مان. ايوه مش عارف عاجبني انه طالع كده شكله. استنى نستخبى بسرعه بقى. نستخبى. عجبتني. انا قلت بص انا عجباني العيون دي. دي عيون باتريك. ايوه بسيط. مش عارف ايه دعوتها. هي مش جاية ولا ايه؟ اقصد هو جاي مش عارفة. انا يتهيالي. هلو سبايدي. انا يتهيالي ده ابجريد للعبة اسمها جراني سبونج بوب او حاجة كده. عشان كده في بسيط. صحيح كان في جراني سبونج بوب بس احنا لسه ما جربناش. في جراني ماريو. بصوا يا اصحابي بقوا فكرونا تحت في الكومنتات وبقولوا لنا عايزين ابقوا اعملوا سيرش الاول على جوجل بلاي وشوفوا لعبة جراني اللي انتوا عايزينها او اي لعبه. لا لعبه جراني انهي مود فيها وشوفوا بقى مود سبونج بوب مش عارفه ماريو ما كانش فيه توم وجيري للاسف. بس انا اللي انا شفته بس باربي وترامب و انا اللي انا عارفه ان في بالديز بيسكس توم وجيري بس ده مود كده يعني مش عارفه تحطه انت في اللعبه مش اللعبه كامله بتتنزل. ماشي انا هنزل تحت بس انا خايفه على حسب يكون هو او ترامب. ازاي انا عدي جاي
يا سبايدر مان. سبايدر مان. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ انا كده كنت مش عارف انزل اصلا اساسه. كنت ممكن اعرف انزل على فكره، لان لو في علينا كان في مكان انط منه على فكره. انا عايز اعرف التعذيبه السبايدي هي بشكلها ازاي. طب ايه بس الاختلاف الشخصيه نفسها و ممكن الشكل. انا عايز التعذيبه. لك ديدبول بيقول انا ازيك اعمل ايه. يلا خلي بالك عشان هو او هي جايه، ما اعرفش اني بقى. يلا يا سبايدر، انا عايزه اوطي كده اشوف لو هي هو جاي ولا موطيه كده. ايه الموضوع يا سيد؟ مش جاي. الترابيزه رجعت تاني. اعمليها تاني. انا عملت صوت. يبقى ما توطيش، ما توطيش. عايزه اجرب اوطي بس تكون التوطيه هي المشكله. يلا بقى، اخيرا سمعت كلامي. يا سلام، وقفني عشان يضرب. دلح دلح. نفسي اعرف هما بيقولوا ايه لما بيضربوا. داي 5 ذا لاست داي بين قوسين. يا مامي يا مامي. يا ترى تعذيبكم ايه؟ جراني سبايدر، سبايدر مان او سبايدر مان زي ما بعض الناس بيقولوا. 5 days. لو فتحت الدرج معرفش هاي هتطلع صورة ايه. leave this house. ماشي حاضر. يا جراني انت اللي خضتي. انا مشكلتي ان انا بتخض بسرعة، انا جاية اهو. بس وانا مشكلتي ان انا بتخض من اللي خضت. صورة سبايدر مان وقتها انا بتخض بسرعه، انا ما اعرفش ليه بتخض بسرعه. وانا بتخض لما حد بيتخض. ايوه انا عايزه اشوف التعذيبه. ما اعرفش انت بتعجبك ليه. تودينا عند المروحه. يو فين فين تودينا عند شكله متعب قوي. عامل ايه؟ شعر ازرق زيك. ايه واو مرعبة جدا. دي اصلا اكتر حاجة عجباني فيها انها ملونة كده. ايوه لكن معرفش ليه هنا من غير القص رصاص. طيب عشان خاطري في براكتس مود عشان نعرف نتحرك براحتنا. طب ده سبايدر مان. ايوه انا عارفة بس انا برضو بخاف. ماشي خليها اكستريم كده يبقى فيها داركر واكسترا لوكس. ده سبايدر مان. صح بس انا قلقانه عشان تكون داركر فعلا. ما هتبقى داركر فعلا. لما تبقى داركر مش هتبقى معرفش ممكن ما تبقاش داركر. ممكن مش عارفه بصراحه هيبقى شكلها ازاي. بص بقت داركر ازاي. مليانه رعب مش قادره اقولك. هو اكيد هيبقى فيه مش هتبقى داركر دي، هتبقى اكسترا لوكس وجراني هتبقى بتتحرك. سبايدر مان هيبقى اسرع. جراني هتبقى سبايدر. انا مش عارفه اقول جراني ولا سبايدر مان ولا هو ولا هي. واو سريع. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ بص بيمشي زي الصرصار. ايوه لكن ما فيش فرق. طب مضحكه قوي، بيبقى سريع جدا. ما فيش بتاع ده. انا ما اعرفش الاكسترا لوكس اصلا في جراني شابتر 1 بتبقى فين، بس احنا بنلعب كده. انا كنت على فكره متوقعه انها مش هتبقى مرعبه. I have to leave this house. ما احنا عارفين، ما كل اللي عارف ده. انا عارفين. تعالى افتح الباب ونشوف. يا سبايدر مان. يا دي مش سبايدر. بسرعه قوي. ايه ده؟ صرصار. ايوه ما اعرفش، مش عارفه ده اسم هو ايه. عارف فرقة لوز او ده لازم اكل شوكولاتة كتيرة فتجنن. مهايبر. ايوه لما الطفل ياكل شوكولاتة حلويات كتير النهاردة. سباجيتي ماما اديني السباجيتي. استنى انا عندي فكرة حلوة. هو يبقى تحت. أيوة. الدور التحتاني. انا هفضل واقفة هنا. ايوه استنى.
لما تاكل حلويات كتير وتبقى مهايبر. وكمان تضرب عملناها ميم بيرفكشن. وكمان تضرب بهبل. عملنا ميم حلوة جدا مضحكة قوي. ده انت لما بتبقى مهايبر فعلا تاكل حلويات جامد وتبقى كده بالظبط. بضرب وبعمل حاجات كده صح؟ لا انت ما بتضربش. يتهيألي بضرب اللعب. انت طيب شوية. لا انت بتبقى عنيف مع اللعب حبتين. يعني مثلا تمسك عروسة باربي وتفضل تدببها في الارض وكيف ما عرفش. ايوة. انا مهايبر. انا شوكولاتة. ما عرفش ازاي الناس بيعدوها في الفيديو على اليوتيوب. extreme mood و darker و nightmare و extra locks وناس بيعرفوا يعدوها بالجراني. طب صعبه قوي. ما اعرفش ازاي الناس بيعرفوا يعدوا. ده انا يا دوب عديت جراني من غير جراني بالعافيه. هاي. ما اعرفش بتحس بسرعه ازاي او بيحس بسرعه ازاي. بروك. واو التعذيبه اللي انت بتحبها. ايوه ايوه اظن انه هيخبطنا بالعربيه. انا قلت حسيت انه هو هيخبطنا بالعربيه. بص العربيه عامله ازاي. شكلها انا دي حفل الديسكو دي ولا ايه؟ شكلها مضحك قوي. تحس ان سبايدر مان ده عايش حياته. باي باي. طب ما تهرب. ليه؟ ما هي ممكن تكون مكتفة. اوعى 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 اوعى. جيم اوفر. استنى بص. بس شكلك كيوت قوي. خلاص نشيل داركر بدل ما نشيل داركر كان صرصار كده او هايبر لانه جراني موز ا بيت فاستر. وان اكسترا لوك ان ذا مين دور نورمال ا بونس داي ايزي. تيجي نخلي الكواليتي هاي. اوكي ونشوف كده جراني شكلها ازاي. ونشوف الهاي كواليتي هتبقى عاملة ازاي. هل هيبقى فيرتشوال؟ ما هي التكنولوجيا فجيعة. فيرتشوال ايه؟ هتبقى كواليتي هاي يعني هتبقى لعبة اتش دي قوي. وكل حاجة تحس انها بص ناعمة قوي كده بتمشي. ايوه انا فعلا حاسه. بص واو سو سموث. وات بص تحس انها واو كل حاجه اتش دي بيو كده في وشك وبتمشي بطريقه نظيفه قوي. بص بتمشي بنظافه. بص الشاشه بتمشي كده بكل نظافه. لكن انزل اول تحس ان صوره بتتحرك كده وصوره يمين. وات ايه ده؟ الله صوره حلوه. ايه ده؟ سبايدر فيرس. ايه ده؟ مايلز مورالز. سبايدر فيرس. لو ما شفتوش الفيلم جا اكتبوا تحت في الكومنتات. ولو شفتوه اكتبوا تحت في الكومنتات. غالبا جراني هتبقى هنا. تمام. فايه انا خايفه. انا خايفه. ايه ده تلفزيون؟ سبايدر فورس. سبودر مان. سبايدر فورس. سبودر فورس. انا الان انا هجمد قلبي وهنزل تحت. غالبا هفتح على جراني فوشي. جدا جدا جدا. اللحمه يا لهوي ديا انا الان اكبر من الغلبان. وات المكان غريب جدا. اوكي انا هفضل هنا. ما اعرفش انت ما شفتش. انا وقفت عند الباب وقعني في حته سودا كده غريبه خلاني اوصل هنا. ما اعرفش في خرم هنا اصلا. ايه ده؟ في دي سجاده ملونها اسود. شكلها لازم يكون خرم فعلا. افتكرت ده الخرم. ما علينا. انا مش شايفه اتحرك ولا شمال ولا يمين عشان هنا حاطه لي تراب. او سمعت صوتها قريب. اشعر انها تاتي. ما تخافش احنا واقفين شايفين الفيو فلو هي جت
احنا شايفينها مش هتخضنا في حاجه. شمبر شمبر او احتمال هي ما تجيش، لان احنا هنقول باي يا اصحابي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم عظيم فيديوهاتنا. باي.